تحية طيبة لكم مشاهدينا، أهلا بكم في هذه الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية الصادرة لنهار اليوم. نستهلها من يومية الأخبار وعنونت على صفحتها الأولى: قنطرة بقصبة تادلا مهددة بالانهيار والوزارة تتفرج. وكتبت اليومية: دقت جمعيات مدنية بقصبة تادلا وبني ملال من جديد ناقوس الخطر الذي بات يتربص بعدد من المواطنين ومن الساكنة، خاصة منهم مستعملي القنطرة الواقعة غرب سد أيت مسعود على ضفاف نهر أم الربيع، والتي تعتبر ممرا رئيسيا لمجموعة من التجمعات بالقصبة. وتضيف اليومية أن القنطرة أصبحت مهترئة وباتت على وشك الانهيار في غياب أي تدخل من طرف المجالس المنتخبة والسلطات المختصة. الفاو: المغرب من الدول الأقل استعمالا للمبيدات، عنوان من يومية الأحداث المغربية. إذ كشفت إحصائيات لمنظمة الأغذية والزراعة حول استعمال المبيدات في العالم أن المغرب يعد واحدا من الدول الأقل في مؤشر استعمال كمية المبيدات في الحقول الزراعية. وأوضحت منظمة الفاو في معطياتها التي حصرتها حتى حدود سنة 2018 أن المغرب يستعمل حوالي 1.51 كيلو جراما من المبيدات في الهكتار الواحد، وهو ما يعتبر مؤشرا مهما يتسم بالانخفاض مقارنة مع ما هو سائد في الكثير من البلدان عبر المعمور. أما يومية الاتحاد الاشتراكي فأوردت في موضوع آخر: قررت الحكومة الإسبانية مواصلة إغلاق حدودها مع المغرب، موضحة أن ذلك جاء انسجاما مع قرار الاتحاد الأوروبي الذي سحب المغرب من لائحة الدول المسموح لرعاياها دخول دول الاتحاد في 28 من غشت الماضية، معللة ذلك بالمعاملة بالمثل، حيث يواصل إغلاق حدوده أمام الأجانب إلا في حالات استثنائية وبارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا. في هذا الإطار تضيف ذات اليومية: نشرت أمس الجريدة الرسمية لإسبانيا قرارا لوزير الداخلية المتعلق بتمديد الإغلاق المؤقت للحدود ورائحة ب11 دولة مستثنات من هذا القرار والتي لا تشمل المغرب. نفتح صفحتنا الدولية من صحيفة الشرق الأوسط وعنونت: نيات العنف تطل مجددا في السودان. وكتبت الصحيفة: أعاد إعلان السلطات السودانية أمس ضبط كمية ضخمة من المواد المتفجرة تكفي لنصف الخرطوم المخاوف من أعمال عنف في البلاد التي تمر حسب الصحيفة بمرحلة انتقالية حساسة منذ إطاحة نظام الرئيس السابق عمر البشير. ونصبت استخبارات قوات الدعم سريع بإشراف النيابة العامة 12 كمينا محكما أدت إلى ضبط تلك المواد المتفجرة وإلقاء القبض على 42 متهما في مناطق متفرقة من الخرطوم حسب النائب العام السوداني. إلى صحيفة القدس العربي وأفادت: فيما تتواصل ردود الأفعال الرافدة لاتفاقيتي التطبيع بين أبوظبي والمنامة ودولة الاحتلال، لا سيما في دولة الإمارات والبحرين، زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الفلسطينيين يريدون إعادة السلام إلى الوراء لكنهم لن ينجحوا في ذلك، فيما جمعت وثيقة بعنوان ميثاق فلسطين خلال ساعات أكثر من مليون توقيع للرفض والتنديد بالتطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل. في السياق ذاته انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أول أمس على وقع حفل التوقيع المشؤوم للتطبيع في يوم أقل ما وصفه المغردون بأنه أسود على الشعوب العربية والإسلامية حسب الصحيفة. إلى صحيفة العرب اللندنية وتساءلت: هل حانت ساعة رحيل الغنوشي من رئاسة حركة النهضة؟ وأوردت الصحيفة: تحاصر الأزمات السياسية والتنظيمية راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان التونسي، مستهدفة بالأساس رئاسته للحركة المحسوبة على الإخوان المسلمين، في الوقت الذي عجز فيه عن صرف الأنظار بافتعال تصعيد مع الرئيس التونسي قيس سعيد. وكشفت مصادر إعلامية أن حالة من الغضب المتصاعد تسود حركة النهضة بسبب استمرار الغنوشي في محاولته لخلق مناخ من التوتر التنظيمي لتمرير قرار يمكنه من الترشح مرة أخرى لرئاسة الحركة خلافا لقرارات المؤتمر التاسع التي ربطت بقاءه بدورتين فقط دون أي مسوغ للتجديد.
بهذا الخبر مشاهدينا نصل إلى ختام جولة اليوم من قراءة في الصحف. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.